السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي الطلاب في درسنا لهذا اليوم من الوحدة الخامسة. عنوان درسنا اليوم هو الخلافة الأموية، نشأتها، أبرز الخلفاء الأمويين وأعمالهم. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن أولا يذكر ظروف نشأة الدولة الأموية، ثانيا أن يرتب أهم خلفاء بني أمية على الخط الزمني ترتيبا صحيحا، ثالثا أن يعدد أهم أعمال الخليفة معاوية بن أبي سفيان. عزيزي الطالب، مر بك تسلسل الدولة الإسلامية في المدينة المنورة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، فهيا بنا لنتعرف على الخلفاء الراشدين الذين بدأ عصرهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 11 للهجرة. لاحظ معي عزيزي الطالب هذه الشجرة التي تضم مجموعة من الأسماء للصحابة رضوان الله عليهم. سوف نحاول أن نختار أربعة منهم الذين هم الخلفاء الراشدون. أول هؤلاء الخلفاء هو، نعم، من يجيب؟ أحسنت، أبو بكر الصديق، وقد حكم ما بين سنة 11 و13 للهجرة. ثم جاء بعده، نعم، أحسنت، عمر بن الخطاب، وقد حكم ما بين سنة 13 للهجرة و23 هجرية. ثم جاء بعده، نعم، عثمان بن عفان، وقد حكم ما بين عام 23 هجرية إلى غاية 35 للهجرة. ثم جاء بعده، نعم، أحسنت، علي بن أبي طالب، وقد حكم ما بين 35 للهجرة إلى 40 هجرية. عزيزي الطالب، افتح الكتاب المدرسي صفحة رقم 108 لنحاول إتمام الفراغات والإجابة على الأسئلة. تولى الخليفة الأول، نعم، من يتمم؟ أحسنت، أبو بكر الصديق. ثم الخليفة الثاني الذي جاء بعده هو، ممتاز، عمر بن الخطاب. ثم الخليفة الثالث، نعم، أحسنت، عثمان بن عفان. ثم الخليفة الرابع، أحسنت، علي بن أبي طالب. طلابي الأعزاء، علمنا من خلال ما سبق أن أبو بكر الصديق تولى الحكم في السنة 11 للهجرة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن من خلال ما سبق سنحاول أن نستنتج. السؤال الأول يقول: كم سنة قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد هجرته؟ نعم، أحسنت، 10 سنوات. السؤال الثاني: متى انتهى حكم الخلافة الراشدة؟ أحسنت، سنة 40 للهجرة. عندما انتهى حكم الخلافة الراشدة حكم المسلمين بعدهم الدولة الأموية. فهيا بنا أعزائي الطلاب نتعرف على ظروف نشأة هذه الدولة من خلال الهدف الأول، وهو أن يذكر الطالب ظروف نشأة الدولة الأموية. ولعلك تساءلت من هم بنو أمية الذين تنتسب إليهم الدولة الأموية؟ يرجع تسمية الدولة الأموية بهذا الاسم نسبة إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، جد مؤسس الدولة الأموية، وهو معاوية بن أبي سفيان. عزيزي الطالب، افتح الكتاب المدرسي صفحة رقم 109 لنتعرف على ظروف
نشأت الخلافة الأموية. بدأ عصر الخلافة الأموية بعد انتهاء عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، حينما تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، وذلك في عام 41 للهجرة، حقنا لدماء المسلمين بعد مقتل الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتوحيدا لكلمتهم التي كادت أن تتفرق. فبايع الناس معاوية بن أبي سفيان بالخلافة، وتجمع الناس حوله، وسمي هذا العام بعام الجماعة لاجتماعهم عليه. والآن من خلال هذه الفقرة سنحاول الإجابة على السؤال التالي: بما تفسر تسمية عام الجماعة بهذا الاسم؟ نعم، من يجيب؟ أحسنت، لاجتماع الناس على مبايعة معاوية بن أبي سفيان كخليفة للمسلمين. أجب عن السؤال التالي: تنازل الحسن بن علي عن الحكم لمعاوية بن أبي سفيان عام 40 للهجرة، ب 41 للهجرة، جيم 42 للهجرة، دال 43 للهجرة. نعم، من يجيب؟ ممتاز، 41 للهجرة. والآن عزيزي الطالب لننتقل إلى الهدف الثاني، أن يرتب أهم خلفاء الدولة الأموية على الخط الزمني ترتيبا صحيحا. عزيزي الطالب، افتح الكتاب المدرسي صفحة رقم 109 لنحاول التعرف أكثر على الدولة الأموية. تتابع على حكم الدولة الأموية 14 خليفة اتخذوا خلالها مدينة دمشق عاصمة لهم. عزيزي الطالب، لاحظ معي الخريطة التي أمامك، فهي تبين مدينة دمشق عاصمة الدولة الأموية. واستمرت الدولة الأموية 91 عاما، حيث انتهى حكمهم على يد الدولة العباسية سنة 132 للهجرة. إذن من خلال ما سبق أجب عن السؤال التالي: عدد الخلفاء الذين تتابعوا على حكم الدولة الأموية هو؟ نعم، أحسنت، 14 خليفة. أشهر خلفاء الدولة الأموية سنحاول التعرف عليهم من خلال الإجابة على السؤال التالي: رتب خلفاء الدولة الأموية على الخط الزمني. أولهم معاوية بن أبي سفيان، ويعد مؤسس الدولة الأموية، حكم ما بين سنتي 41 و60 للهجرة. ثم نجد كذلك عبد الملك بن مروان، وقد حكم ما بين 65 و86 للهجرة. ثم جاء بعده ابنه الوليد بن عبد الملك، وحكم ما بين سنتي 86 و96 للهجرة، بالإضافة إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي حكم ما بين سنتي 99 و101 للهجرة. هؤلاء الخلفاء هم أشهر خلفاء بني أمية خلال فترة حكمهم. عزيزي الطالب، أجب عن السؤال التالي: انتهى حكم الدولة الأموية على يد؟ نعم، الدولة العباسية. ممتاز. والآن لننتقل إلى الهدف الثالث، أن يعدد أهم أعمال الخليفة معاوية بن أبي سفيان. هيا بنا أعزائي الطلاب لنتعرف على الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان. ترتيبه: مؤسس الدولة الأموية وأول حكامها. فترة حكمه: حكم ما بين 41 هجرية
إلى 60 للهجرة. صفاته عرف عنه الحكمة والفصاحة والحلم والدهاء. وفاته توفي عام 60 هجرية بدمشق عاصمة الدولة الأموية. أهم أعمال الخليفة معاوية بن أبي سفيان: أولا، أسس الدولة الأموية واتخذ دمشق عاصمة لها. لاحظ معي عزيزي الطالب هنا هذه الخريطة، فالعاصمة التي كانت في عهد الخليفة علي بن أبي طالب هي مدينة الكوفة، وقد نقل الخليفة معاوية بن أبي سفيان العاصمة من الكوفة إلى دمشق، وأصبحت بذلك هي عاصمة الدولة الأموية. ثانيا، أسس الدواوين مثل ديوان الرسائل، ويعني كلمة الديوان السجل أو الدفتر، ثم أصبح يطلق على المكان الذي يتم به حفظ المعلومات المدونة. ثالثا، اهتم بنظام الحسبة، وهو الإشراف على الأسواق ومنع الغش في البيع والشراء والمحافظة على الآداب العامة في الأسواق. كما اهتم كذلك بتقوية الجيش والأسطول لمواصلة حركة الفتوحات الإسلامية وتحصين الثغور الإسلامية. ويقصد بالثغور الإسلامية مناطق الحصون التي تبنى على حدود الدولة للدفاع عنها من هجمات الأعداء، وأقرب المناطق لأرض العدو. كما اهتم كذلك بالصوائف والشواتي، ويقصد بالصوائف والشواتي الحملات العسكرية التي كانت تقوم بها الجيوش الإسلامية على الثغور في شمال الدولة الإسلامية وبالقرب من حدود الدولة البيزنطية في فصلي الصيف والشتاء. عزيزي الطالب، افتح الكتاب المدرسي صفحة رقم 110 لنجيب على السؤال التالي: في رأيك ما أبرز أعمال معاوية بن أبي سفيان ولماذا؟ نعم، من يجيب؟ الاهتمام بنظام الحسبة، أحسنت. لماذا؟ للإشراف على الأسواق ومنع الغش في البيع والشراء والمحافظة على الآداب العامة في الأسواق. نعم، تقوية الجيش والأسطول. لماذا؟ لمواصلة حركة الفتوحات الإسلامية وتحصين الثغور الإسلامية. أحسنت. أجب عن السؤال التالي: بما تفسر قيام معاوية بن أبي سفيان بتقوية الجيش والأسطول الإسلامي؟ نعم، من يجيب؟ لمواصلة حركة الفتوحات الإسلامية وتحسين الثغور الإسلامية. ممتاز. والآن عزيزي الطالب، سنحاول استعراض أهم ما تعلمناه في درس اليوم. تعلمنا خلال هذا الدرس ظروف نشأة الدولة الأموية التي جاءت بعد عهد الخلافة الراشدة، بعدما تنازل الحسن بن علي عن الحكم لمعاوية بن أبي سفيان حقنا لدماء المسلمين وتوحيدا لكلمتهم. وتعرفنا كذلك على أهم خلفاء الدولة الأموية، وأشهرهم معاوية بن أبي سفيان، عبد الملك بن مروان، والوليد بن عبد الملك، وعمر بن عبد العزيز. كما تعلمنا أيضا من درس اليوم أعمال الخليفة معاوية بن أبي سفيان، وهي: أولا، أسس الدولة الأموية واتخذ مدينة دمشق عاصمة لها. ثانيا، أنشأ الدواوين مثل ديوان الرسائل. ثالثا، اهتم بنظام الحسبة، وهو الإشراف على الأسواق ومنع الغش في البيع والشراء والمحافظة على الآداب العامة في الأسواق. رابعا، اهتم بتقوية الجيش والأسطول لمواصلة حركة الفتوحات الإسلامية وتحصين الثغور الإسلامية.
خامسا اهتم بالصوائف والشواتي. والآن عزيزي الطالب أجب عن الأسئلة التالية. السؤال الأول، من هو مؤسس الدولة الأموية؟ نعم، معاوية بن أبي سفيان، أحسنت. السؤال الثاني، بما تفسر تسمية عام الجماعة بهذا الاسم؟ نعم، من يجيب؟ أحسنت، لاجتماع الناس على مبايعة معاوية كخليفة للمسلمين. أعزائي الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم. انتهى درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.